الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خير يا شيخ، عفى الله عنك. بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله يحفظك. عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة. لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف.